والله ما يرمش للعين طرفه ولا السواد يدور في محجار العين، ولو الرمح تحط في الشوف شفره ما تقطع النظر بين المحبين. والله ما يرمش للعين طرفه يوم شفته، ولكن نبه حوله من أهل عذولي، ولكن قبله مر في القلب مرة حوله من أهل عادولي على عمري وخلاه عبده، وصار الحكم فيني وكل السلاطين، هو سيد اللي كرسي القلب عرشه. مالك ملك قلبي بالشرع وقوانين، وقف على عمري وخلاه